نرد تو الموضوع الاهلي بنغازي اللي هو موضوع حلقتنا بالاضافه الى رساله الفيفا، ومعنا تو عبر الهاتف رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بنغازي السيد خالد الصعيطي. نرحب بك ونحيوك، انت الان موجود في تونس، الفريق الاول موجود في مصر، فيه عده من المشاكل صارت، يا ريت نسمع التوضيح من حضرتك استاذ خالد بخصوص اللي صار الايام اللي فاتت في معسكر مصر. اهلا وسهلا بك واهلا وسهلا بكل الاخوه المشاهدين المتابعين كل الاسره الرياضيه في ليبيا. بالنسبه للنادي الاهلي تواجد في معسكر في جمهوريه مصر العربيه امتد لاكثر من 45 يوم اعتقد الان، والحمد لله الامور تسير بوتيره تصاعديه وحسب ما هو مرسوم له. حضرتك اعتقد انك تحدثت في ما يخص بعض الامور اللي حصلت بخصوص التزامات الماليه للرياضيين والمرتبات وما الى ذلك. طبعا احنا نقدر ونتفهم جيدا الاحتياجات للرياضيين، وهم طبعا شريحه من الشباب الليبي وهم بالتاكيد كل منهم لديه ظروفه الخاصه ولديه اسباب قد تجعل احيانا في حاجه الى المال في وقت معين، قد يكون لاسباب عديده. ولكن ايضا يجب هنا ان نلتفت الى مؤسسة بحجم النادي الأهلي، مؤسسة كبيرة وجماهيرها العريضة، مؤسسة للأسف وحتى الآن لا تملك دخل شهري ثابت حتى بدينار، بل بالعكس حتى كانت في السابق على الأقل تتحصل على مداخيل من مبارياتها من خلال جماهيرها العريضة. ولكن بعد ايقاف ملعب بنغازي والتحول لملعب بنينة واللعب بدون جمهور وما الى ذلك، حتى هذا القليل من المال اللي كان يدخل على النادي انعدم، وايضا غياب الجهات المسؤوله والانقسام اللي حاصل في الدوله ووجود اكثر من حكومه واكثر من وزاره الرياضه واكثر من مسؤول. فبالتأكيد أيضا ارتفاع أسعار العملة الأجنبية في السوق السوداء وأيضا اختفاء السيولة، يعني كل هذه الأسباب بالتأكيد تنعكس على مؤسسة النادي الأهلي زي ما هي منعكسة على جميع شرائح المجتمع الليبي. تمام، في مجموعة من التساؤلات، نحن عندنا مجموعة من التساؤلات من بعض الجماهير الأهلوية، لكن قبل ما ننتقلوا لهن يعني في بعض الرياضات اللي في النادي الاهلي بنغازي لم تتقاضى مستحقاتها من سنه، الفريق الاول كره القدم من 6 شهور، الطائره تقريبا هو مستحقات ماليه في عهدك انت وقبلها في عهد السيد عارف النايض. يعني السيد خالد سنه كامله الرياضيين ما تقضوش ولا مرتبات ماليه، انت تحدثت عن مشكله في الدوله، لكن في كم صوره تاكد وجودك مع حكومات في ليبيا وتاكد تقاضيك يعني قيم ماليه، هل فعلا القيم الماليه باش تسدد بها المرتبات وصلا لحسابات النادي الاهلي بنغازي؟ اخي للاسف هناك كثير من المغالطات في الكلام اللي حضرتك قلته، ولكن نبدا من اول من حيث ابتديت. اولا بالنسبه لفريق كره القدم الموسم الماضي تحصل على حوالي من 50 الى 60% من مستحقاته، وايضا السبب الرئيسي واللي قد يخفى على البعض بان نحن كنادي الاهلي انتهجنا سياسه كنا نحن اول نادي وسباقين فيها من حيث توقيع الرياضيين على عقود طويله لمده 3 سنوات،
ولكن طبعا كنوع من اقناع او جذب للرياضي لكي يوقع، كان هناك من ضمن العقد بان دفع قيمه ال 25 او 30% من القيمه الاجماليه للعقد لمده 3 سنوات، فهي الدفعه الاولى. يعني الصعوبه الان في الدفعه الاولى، ولكن بعد هذه الدفعه التي ان شاء الله ستدفع يصبح النادي اللي اكثر من سنتين ونصف لا يدفع الا مرتبات، ويعني باقي القيمه 60% تقسم على حوالي 3 مواسم. فلذلك كان المبلغ المطلوب حاليا مبلغ كبير نوعا ما. ايضا نحن لما استلمنا زمام الامور تفاجأنا بكثير من الديون عن الاداره السابقه، واللي انا استغرب ظهور السيد عارف اكثر من مره واكد بانه هو سدد كافه الديون، وانا ناشده انا عبر برنامجكم بان عليه ان يكلف لجنه او محاسب من طرفه للجلوس معنا ولايضاح هذه الديون، واللي سببتنا ارباك، ومن ضمنها قصه المدرب النادي اللي كانت تهدد النادي بالهبوط من الفيفا بالهبوط من الدرجه الثانيه، وهذه نفسها كلفتنا اكثر من 1,200,000 دينار. اضطررنا لدفع لايقاف النادي، وبالتاكيد مبلغ زي هذا يسبب ارباك. ايضا انت تكلمت على فريق الطائره، احنا وجدنا فريق الطائره لدينا معلومات بان هناك مبالغ صرفت، ولكن لم نجد الرياضيين المتقاضين مستحقات لموسم كامل من قبل استلامنا. وهناك الكثير والكثير، واخرها يعني اعتقد شركه الخطوط الجويه الليبيه خاطبتنا من حوالي اسبوعين بسداد دين بحوالي من عام 2014 في رحله النادي الاهلي في المسابقه الافريقيه الى تشاد بحوالي اعتقد 140,000 دينار، وهذا غيظ منفذ. ومع ذلك نحن كمجلس اداره تحملنا كل هذه الديون ولم نشتكي، ولكن في ظل انعدام الدخول بالنسبه لظهوري في اماكن معينه، هذه السياسه ترجع خاصه بنا نحن كمجلس اداره. واعتقد وانا اكون جازم بان نحن النادي الوحيد اللي عرض التقرير المالي معتمد من محاسب قانوني ومراجع قانوني في اجتماع جمعيه عموميه، وذلك من حوالي 3 اشهر، ووضحنا فيه كل ما لدينا وما علينا، وكان حجم المصروفات حوالي 14 مليون دفعنا منهم 12 مليون، والدخل والتبرعات لم يتجاوز 8 مليون. يعني احنا كمجلس اداره استطعنا من بطرقنا الخاصه بالحصول على 4 مليون دينار اكثر من ما هو وصلنا من اي جهه. بالنسبه لهذا العام لم نستلم اي مبلغ الا مبلغ من المجلس الرئاسي ب 2 مليون دينار و500 الف، وهذا مبلغ ضئيل جدا في مؤسسه في النادي الاهلي، وخاصة إذا قلنا أن المعسكر الآن اللي يتواجد فيه الفريق تجاوز ال 250,000 دولار من ضمن التذاكر من مصر لتونس ومن تونس لموريتانيا والعودة اللي تكلفت حوالي أكثر من 36,000 دولار، المكافآت وكثير وكثير. ولكن الحمد لله في بعض الرجال الأهلوية اللي قاموا بمساعدتنا، ولكن مهما نتكلم عن حجم المصروفات والديون في الأندية صدقني الحديث يطول، وهناك الكثير من المغالطات والإشاعات التي بعضها تكون بحسن نية والبعض الآخر يكون متعمد من بعض الأشخاص للإساءة. نحن ابوابنا مفتوحه لاي مراجعه قانونيه، وايضا نحن حتى هيئه شباب الرياضه في طرابلس تتبع الرئاسي وحكومه الوفاق طلبوا من تسويه المبالغ اللي استلمناها، والحمد لله نحن جهزنا التسويه وفي صدد تسليمها لهم. ونؤكد مره اخرى بان مشكله النادي الاهلي الجماهير العريضه تطلعاتها كبيره، تريد فرق مميزه في كل الالعاب. استاذ خالد اذا كنت تسمع فيي استاذ خالد، يعني
لعن توا يعني انت تاكد من خلال توليك العملك لعن توا انك انت استلمت بس 2.5 مليون جنيه ليبي. لا انا نتكلم على هذا الموسم، ولكن قبل الموسم اللي فات احنا استلمنا 4.5 مليون من الرئاسي، ثم 200,000، ثم 500,000، والان 2.5 مليون، ولم نستلم اي مبلغ اخر. هناك الكثير من الاشاعات بان التصديق او كبير او معيتيك او ما الى ذلك بعد زيارتنا لما الفتره الماضيه لم يستلمونا مبالغه، هذا الكلام عاري عن الصحه. بالنسبه للسنه هذه لم نستلم الا 2.5 مليون. نقطه معينه استاذ خالد، يعني ممكن الشارع الرياضي ما يهمش اي اداره نادي منين تجيب فلوسها، انا المهم يصير عندي مشاكل. انت عارف ان الفريق الاول مقبل عليه مهمه، الجمهور الهلاوي او جمهور الجزاره يعني محتاج الفرحه، وقدامه مهمه ماهيش مهمه سهله، فبالتالي دوركم انتم كاداره نادي تقول انكم انتم مفروض تسهلوا الامور، يعني مفروض تجيبوا الفلوس باي طريقه ممكنه انتم كاداره نادي، باش على الاقل ما يخلقش ذلك مشاكل في 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 معسكرات الفريق. يعني صارت مع بطوله الطائره، وصارت توا في مصر داهو اللي كيف ما قلت حضرتك انت مبلغ زهيد، بيليش المبلغ الزهيد ما تمش تسديده يعني من مده ماضيه، باش على الاقل ما تصيرش المشكله. اعتقد سامحني يعني اللي ان هناك من يوصل في صوره غلطه واحب تعمد ان هو يذكر هذا الكلام، ولكن احنا ما نخشش حد، بالعكس احنا اعتقد مجلس الاداره الوحيد اللي يعقد في اجتماعات. على فكره استاذ خالد انا جايبك بروحك انت كتمثل كرئيس نادي، وانا عباره عن لان ما فيش اطراف اخرى معك، نبي نمثل اطراف اخرى، نبي ننقل لك عباره عن تساؤلات من الناس هذه باش حضرتك تجاوب عليها. انت لما تخش في تفاصيل ماليه تحتاج الى الوقت، وانا ندعو عبر هذا المنبر في جمعيه عموميه موجوده وفي هيئه شباب الرياضه لمراجعتنا والاطلاع على المستندات، والحمد لله يعني جميع الاعضاء من اداره نادي الاهلي اشخاص معروفين وغنيين عن التعريف، والكلام هذا مردود على اي شخص يقول النادي الاهلي محتاج. نحن انا محتاج غدا الى 45,000 دولار كتذاكر السفر لجنوب افريقيا. اعتقد مش لا يقل عن 25,000 إلى 30,000 دولار تكاليف الاقامه في جنوب افريقيا غير المصروفات الجانبيه، محتاجين ايجار ملعب بتروسبورت في القاهره لمباراه بعد غدا يكلف حوالي 12,000 دولار. أول أمس دفعنا مرتبات المدربين 25,000 دولار. فيعني بصراحة كلام يسيء إلينا ويسيء إلى مؤسسة النادي الأهلي وحجم هذه المؤسسة. هذه المؤسسة تحتاج إلى الكثير والكثير، وتحتاج إلى من يقف إلى جانبها ويدعمها، لا من يشكك أو يحاول أن يختلق قصص من راسه لاسباب اخرى نحن نعنيها جيدا ونعرفها جيدا. ايضا نحب ننبه الى حاجه بان المشاكل الماديه موجوده في جميع الانديه، ونتمنى انك انت تفطر باب جميع الانديه. في انديه في بنغازي لم تدفع من سنتين فاتا ولديها مصادر دخل ولديها استثمارات. انا عندي تعقيب عليك، يعني واحد من الجمهور قايل ان المفروض اداره النادي تسيطر، لان كيف ما نعرف ان الانديه الليبيه كلها وغالبها يعاني من مشاكل ماليه ومستحقاتها، لكن المفروض اداره النادي هنا تتحكم في رياضيها وتتحكم في اداريها باش ما تخلقش بلبله. هذا راي واحد من الجمهور ردا عليك هنا استاذ خالد. وهذه طبعا الاختلاف في الراي هذه ظاهره صحيه، الجمهور الاهلي كبير ونحن ليس ضد الاختلاف في الراي، بالعكس نحن هذه نشجعوها بقوه، ولكن نحن دائما نطلب من الجميع تبين اي معلومه او اي اشاعه قد تطلق، وانت تعرف هذا السبب حتى من سبب مشاكل الدوله الليبيه الان، الاشاعات والاخبار المغرضه والكيديه اللي سببت في ازمه في الدوله نفسها، فما بالك النادي الاهلي. بالعكس انا نعيد ونكرر نحن مستعدين من حتى من يوم غد من اي لجنه للتفتيش على دفاترنا، نحن متاكدين ان نحن مصرف اكثر ما دخل بحوالي نسبه 40%،
ونأكد لك أن نحن قايمين بواجبنا بشكل يومي، نوفر المبالغ المالية بشكل يومي وبعلاقاتنا. ولكن النقطة المهمة اللي نحن كإدارة ومن سياستنا، احنا متوجهين بإذن الله إلى مشاريع استثمارية كبيرة. أعتقد من الممكن غدا أو بعد غدا سيتم الإعلان، وهذه أول مرة فعلا سيتم الإعلان على أول مشروع ويكون بصورة فعلية وليس بمجرد خبر عابر. وأيضا هناك مخطط اكتمل، ونحن تحملنا كل هذه الفترة وتحملنا العجز حتى لا نفسد أملاك النادي وأغراض النادي بالمشاريع ليس ذات جدوى. بالعكس نحن صبرنا واتجهنا إلى جهات باسمها ومعروفة. أستاذ خالد، أنا آسف على المقاطعة، أنا عارف أن عندك كلام يعني واجد، لكن حتى وقت البرنامج عندي ضيق شوية، فنبي بس منك معلومة، هل فاروق سيستمر مع فريق الأهلي بنغازي؟ لأن في أخبار يقول أنه هو انتقل من الأهلي بنغازي وخرج وانتقل إلى نادي مصري، هل تأكد أن أنت على المعلومة هذه أم لا؟ بالنسبة لفاروق وحتى أكون واضح معك، وهذه تعلن أول مرة. فاروق لعيب إدارتنا هي من استطاعت جلبه وهي من وقعاته، وكان في الدرجة الثانية في الدوري المصري، والآن أصبح نجم من يوم الدوري الليبي. ولكن للأسف علمنا بأن لما أجرينا عليه كشف طبي من مدة وجدنا أنه هو مصاب بفيروس الكبد الوبائي، وهو شكل لنا صدمة. وبعد محاصرته في هذا الموضوع، اللعيب هرب من معسكر الفريق في مصر، وأيضا اكتشفنا أن هناك أندية، وللأسف يعني سنعلن عن التفاصيل في وقتها، استطاعوا التغلغل إلى المعسكر في مصر وإقناع اللاعب، والآن عرفنا أن اللاعب موجود في. استفسار واحد، انت لعيب يلعب عندك موسم كامل وهو الان بصدد الانتقال الى نادي مصري، يعني كيف تم الاكتشاف بين ليله وضحاها بالمرض اللي يعاني منه اللاعب؟ المرض يا اخي العزيز ياتي في اي لحظه، ما يطرقش باب القوم يعلن على نفسه. لكن انت عارف ان في النادي المصري بيديروا كشوفات طبيه، ما اعتقدش ان اللاعب يعني حيخش النادي الا بعد ما يتم التاكد من صحته يعني بالكامل. هذا ما يحدث يا اخي، هو ما حصل هو تآمر. حتى اللي بياخذ لعيب ينتقل لعيب مازال لديه مباريات وموسم انتقالات في شهر واحد، فمن غير الطبيعي ان اللعيب يهرب هروب حتى لو كان هناك مستحقات. لعيب فاروق مستحقاته 7500 دولار، وهو حسب العقد معاه انه هو يتقاضى دفع كل 3 اشهر وليس مرتب شهري وكما يشاع، فكان التأخير عليه ممكن أقل من شهر، وكنا ناويين يسدون بعد المباراة. 7500 دولار مبلغ بسيط جدا ولا يخلق مشكلة، بالعكس نحن إجمالي ما صرفناه على فاروق لحد الآن أكثر من 120 ألف دولار، فلا أعتقد أن نحن على 7500 دولار. ولكن اللاعب هناك من لعب في دماغه، وأيضا بعد ما حصرناه في خلال الكشف الطبي وخفنا ان نكون موضع طعن في المباريات الافريقيه اذا اكتشف ان اللاعب اعيد الكشف واكتشفنا ان لديه فيروس اعتقد فيه الوباء الفردي. فبالنسبه لنا فاروق قفل عليه باب النادي الاهلي، وهو لا يزال لعيب في النادي الاهلي ولا يستطيع الانتقال، ولا نقوله مصور على كلامي، ولكن اي لعيب يرتكب مثل هذه الحماقه النادي الاهلي اكبر منه، والنادي الاهلي كيف ما جابه وكان لعيب مغمور في الدرجه الثانيه في مصر. ان شاء الله هيكون عندنا لاعبين افضل منه، ونحن ماشيين في خط للامام ونعرفه جيدا. واعتقد انه سبق موضوع فرقة اكثر من موضوع واكثر من لعيب، واعتقد ان احنا اكثر اداره تعرضت بهجمات شرسه من عدة أطراف، ولكن الحمد لله أثبتنا في جميع الحالات بأن نحن نعرف شغلنا جيدا إداريا وقانونيا. عندنا مجموعة من الشباب
اللي ما شاء الله يعني عندنا فيه مستقبل. أنا آسف أستاذ خالد السعيدي رئيس نادي الأهلي بنغازي، لضيق الوقت كنت معايا عبر الهاتف من تونس، حكيت لنا بالتفصيل وبكل الصراحة عن الأحداث اللي رافقت الفريق في معسكر مصر. نشكرك على حضورك معنا وحنتواصل معك أكثر من مرة، لأن مؤسسة نادي الأهلي بنغازي اللي أنت رئيسها مؤسسة تهم الكرة الليبية، وأعتقد تهم الرياضة الليبية لما لها من باع طويل في ليبيا. نشكرك رئيس نادي الأهلي بنغازي خالد سعيد، كنت معي عبر الهاتف من تونس.